السلام عليكم خاوتي واش راكم لاباس بخير اسمحوا لي على بالي طولت عليكم البارح ما درت حتى فيديو بون ما كانش جديد وجديد راهو يتعاود فما حبيتش نعاود قلت لإنسان ما مادام ما كانش الاخبار يغتنم الفرصه ويدير روبو يعني العمرو معليش بون راني عاودنا ولينا اليوم لان كاين مباراه مهمه جدا آه هي نصف نهائي كاس العرب اللي راهي تقام في مصر أه كاين مباراة دوكا تبدا على السبعة بتوقيت الجزائر، الثمانية بتوقيت أه أوروبا، راهي خرجت التشكيلة نقرا لكم التشكيلة، قبل ما نقرا لكم التشكيلة بون ما نقدرش نديرها لكم في الصورة، لأن راني نصور الفيديو رابيد باش كيما نقولوا ننشر وما عنديش الوقت باش تبدا المباراة على كل حال، بقات يا ربي 20 دقيقة ولا نص ساعة. نحط لكم رابط المباراة في أول تعليق، مازال ما دبرت حتى رابط، ولكن عندي من نجيبهم على كل حال غير ما الفيديو نروح نجري نجيب لكم كاش رابط ولا زوج نحطوا في أول تعليق في هذا المباراة، نصف نهائي اللي راح تكون بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري اللي في القاهرة على كل حال، بون راهي خرجت التشكيلة شوفوا التشكيلة اسك اللي كيما نقولوا أه. وي نورمالمون. ماسي الاجعودي هذاك 18 دار مباراه روعه ضد المغرب في الشوط الاول من بعد في الشوط الثاني خرجوا الله اعلم ياسين تطراوي مليح 24 ولكن يعني يدير العنف بزاف يعني يضرب بزاف ويقدر يجيب لك بطاقات حمراء لان جاب لنا بيناتي هو الماتش اللي فات عنده القرينطة حار ولكن يعني يضرب بزاف اللاعبين يعني يدخل بعنف واللي هذا يقدر يتسبب لك في صفره صفره حمراء يعني شويه ينقص ينقص هذاك العنف هذاك عادل بول بينا رقم 25 عبد عبد الكريم ايت عامر هذا تاع الباير لعب تاع الباير جناح ايمن من اروع ما يكون الله يبارك كاين بزاف اللي يقولوا لي واسمه ايت عامر نعم اسمه الكامل عبد الكريم ايت عامر يا اخي راهي في مكتوب مكتوبه هذا الاسم الكامل اه النافع عصام بوعون عصام بوعون لاعب هايل من اروع ما يكون ولكن شفناه الماتش اللي فات وشفناه الماتش اللي قبل اللي فات ما راهوش يقدم في دور يعني هو راهو داير راس حربه بصح ما راهوش في منصب راس حربه يعني ما راناش نستفادوا منه كراس حربه يعني تقريبا راهو يلعب ناف بصح رانا نلعبوا بدون راس حربه يعني يا يكون راس حربه يا ديروا كيما قلنا مهاجم وهمي تنحيلوا رقم 9 هذاك ديروا مهاجم وهمي وال10 ديروا كراس حربه آه قلت لكم مهاجم وهمي صانع العاب وال10 ديروا كراس حربه يعني رانا نلعبوا بدون راس حربه يا خوتي أه وين نبيل والناس 16 مهرة عبد الرزاق هدرت عليه تانيك من اروع ما يكون ان شاء الله يقدم مباراة تعليم كما المباراة اللي فاتت صلاح بن دريس رقم اربعة دار الماتش اللي مع مصر كارثة عظمى الماتش اللي فات دار مباراة مليحة راين دهليس رقم خمسة هذا تاني كعجبني هدرت عليها الماتش اللي فات مهدي توانتي الله يبارك وبالحج شكل رقم 17 عفاري هدايا بو هذه هي التشكيلة اللي ملاح اللي عجبو ايه نحى واسمو نحا رقم 11 تاع واسمو قلتلو نورمالمون ما ينحاش تاع الانجليز تاع الرونجرز نحاه الجناح الايمن هذا الجناح الايسر دوك نشوفو اسك فيها افادة ولا ما فيهاش افادة قلنا باللي الماتش اللي فات هما ما لحقولوش الكرات وكي كانوا يعطولو الكرات كانوا يعطولو كرات بعيده عليه بزاف اللي يجري يجري يجري, يجري وما يلحقهاش الديفو مشي فيه هذا ما كان يعني ما كانوش يحطولو كرات ارضيه كانوا يلعبولو لي بالونج وما كانش يلحق بهم مسكين كانوا غير يروحوا في لي تريبل يروحوا للتوش يروحوا للتاماس يعني بزاف هما اللي قتلهم مش هو اللي اللي ما قدمش المباراه مليحه ولكن هو اللاعب من اروع ما يكون طاير عالي وصغير في عمره قالوا لي 16 سنة الله يبارك ما مازال يزيد يتطور بون نتمنوا غير الخير للمنتخب الوطني الجزائري نتمنوا لهم الفوز اليوم يفوزوا اليوم على تونس يروحوا ديرك للنهائي يتقابلوا يا مع مصر يا مع السعوديه ما على باليش ما شافش نورمالمون لو خلاص الماتش بين مصر والسعوديه آه قولوا لي في التعليقات ولا من بعد كي نكمل نروح نشوف الفيديو نتمنى لهم غير الخير نتمنى لهم يلعبوا بكرينطا كيما اللي مضارين يلعبوها هكذا خاوتي ما عليكم ونقولكم لكم نتلاقاو ان شاء الله مور الماتش والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام